دكتور عب، بصراحة شديدة كده، كان في عقد بين اتحاد الكورة وعصام الحضري، ولا كان عصام الحضري يعمل دون عقد؟ يعني حتى لو كان عصام الحضري يعمل بدون عقد، وجود عصام الحضري في المنتخبات المصرية سواء كان في منتخب مصر الأول أو المنتخب الأولمبي معناه اللي هو موجود ومستمر وبتقاضى مرتبه، ومفيش أي مشكلة خالص حتى لو لم يكن هناك تعاقد. فهو يعني شايف مع مجلس الإدارة الحالي، وإن لم يكن هناك ورقة تعاقد أن الكلمة عقد، ولكن أنا اعتقادي أن هو في تعاقد بكل تأكيد لكل القائمين على المنتخب مصر الأولمبي. طيب زي المنتخب. دكتور إيهاب، أنا عندي معلومة وأعتقد هي عندك كمان، مش بس عشان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولكن كإعلامي كمان كبير ومحترم، أنه كثير من المدربين المصريين لما بيمسكوا منتخبات وطنية مختلفة يكون العمل بقرار من اتحاد الكرة دون عقود. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني في المنتخب كابتن شوقي، كابتن محمد شوقي كان له تعاقد، كابتن ضياء السيد المدير الفني الكبير طبعا مدرب منتخب مصر كان له تعاقد، كابتن حسام البدري كان في تعاقد، المديرين الفنيين الموجودين كابتن محمد وهبي في 2006 كان تعاقد مع جهاز الفني بالكامل، ايضا كابتن محمود جابر حاليا بيتمنى له التوفيق مع منتخب مصر للشباب تعاقد. لا يعني اللي انا اعرفه ان كل اللي بيعمل في الاتحاد المصري بيكون من خلال تعاقد. من خلال تعاقد. طيب النهارده كنت بناقش شيء مهم او لسه هناقشه، يعني كاس افريقيا للمحليين. قريت خبر النهارده يعني غيرت منه شويه، انه في ثلاث لاعبين من المنتخب السنغالي اللي شارك في كاس افريقيا للمحليين، وهم ثلاث لاعبين مواليد 2004 كانوا بيلعبوا في جنراسيون فوت السنغالي واحترفوا في كاس افريقيا للمحليين. وقلت لنفسي يا عم كريم، طب ما احنا كمان نلعب في كاس افريقيا للمحليين حتى ولو بشباب صغير في المستقبل، لعل وعسى يكون بوابه ليهم للاحتراف في اوروبا. ليه يا دكتور ايهاب ما بنشاركش في كاس افريقيا للمحليين حتى لو بلعيبه شباب؟ خليني اقول لك يعني سؤال في محله، وانا بشكرك جدا عليه. بشكرك. لك حق تماما بكل كلمه حضرتك قلتها دلوقتي. ولعلمك احنا ناقشنا هذا الامر، احنا جينا في الوقت ضيق، هل ممكن نلحق نكون منتخب من المحليين ونشارك بيه؟ عندك طبعا عشان تشارك في الدوري المحلي الافريقي لازم عندك توقفات بالنسبه للدوري العام، كان عندك الدنيا مضغوطه جدا بسبب مشاركه المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، لان انت عندك منتخبك الاول معظمهم محليين بخلاف عدد اللاعبين الموجودين في الدوريات الاوروبيه. عكس مثلا المنتخب الجزائري، المنتخب الاول عندهم كله محترفين، المغربي كله محترفين، المنتخب السنغالي الاول كله محترفين، النيجيري كله محترفين، دول افريقيا طبقت الاحتراف كما ينبغي من وقت طويل جدا، وبالتالي منتخباتهم الموجوده المنتخب الاول قوامه او السواد الاعظم فيه بيبقى من اللاعبين المحترفين، وبالتالي بيبقى عنده فرصه كبيره جدا ان اللاعب المحلي يشارك مثل هذه البطولات، عكس المنتخب المصري السواد الاعظم فيه بيبقى من اللاعبين المحليين اضافه الى المحترفين، لكن احنا بنفكر في الموضوع بجديه جدا ان شاء الله، والدوره او اللي جايه المحليين ان شاء الله هنكون ممكن احنا نكون منتخب وصف ثاني زي ما كان موجود ايام الكابتن هاني رمزي ان شاء الله، سواء كان من المميزين من الدوري الممتاز وبعض لعيبه القسم الثاني المميزين ونكون مشاركين في هذه البطوله، فده تفكير نفكر فيه جديا ان شاء الله باذن الله، وممكن يخرج للنور قريب جدا ان شاء الله.